أهلا بكم إلى برنامج سياسات داخلية، البرنامج الذي يعالج خبايا السياسة الإسرائيلية وتفاصيلها. وسنناقش في هذه الحلقة مع ضيفي في الاستوديو السيد أمير بدران عضو بلدية الأبيب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والسيد ليران باروخ رئيس منظمة مصابي الجيش الإسرائيلي لأجل أمن إسرائيل. أهلا بكما. سنناقش في هذه الحلقة قضية أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الإسرائيلية والعربية في إسرائيل، فالاتفاق على تشكيل ائتلاف لمجلس بلدية حيفا يشمل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ويعين أحد أعضائها وهو رجا زعاترة نائبا لرئيس البلدية أثار حفيظة أوساط اليمين، لدرجة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وعددا من وزرائه تجندوا لمنع التعيين بدعوى تأييد زعاترة لحماس وحزب الله. انتهت القضية بتنازل زعاترة عن المنصب لمصلحة رفيقته شهيرة شلبي، لكن النقاش ظل قائما بشأن هوية العرب في إسرائيل ومواقفهم. نشاهد هذا التقرير. تصريحات رجا زعاترة التي أعرب فيها عن دعمه لحركة حماس وحزب الله، وقارن بين حركة داعش والحركة الصهيونية، أثارت ردود فعل غاضبة في الساحة المحلية في إسرائيل. تعيين زعاتر نائبا لرئيسة بلدية حيفا بموجب اتفاق ائتلاف مع حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في البلدية أثار ضجة سياسية منذ اللحظة الأولى على خلفية تصريحاته، وبلغت حد الأزمة تدخل وزير الداخلية أريه ديرعي في التعيين وعقده العزم على إلغائه، بينما اتصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو برئيسة البلدية ونشدها بإلغاء التعيين. زعاتري رفض الاعتذار والتراجع عن أقواله وقال: سنواصل بمشاركتنا الشجاعة مع رئيسة البلدية عناد كليش التي أقدر شجاعتها وأشد على يديها. أنا فخور بحزبي وأنا فخور بطريقي، ولم نصل إلى بلدية حيفا لا في نفق حزب الله ولا بصواريخ حماس، وصلنا إلى البلدية بفضل أكثر من 6000 صوت. عناد كليش أعادت النظر في التعيين بعد ضغط سياسي وحملة يمينية، ولكن مصادر مقربة من كليش أكدت أنها لا تنوي خرق الاتفاقات التي وقعتها مع حزب الجبهة، وقالت إن المجتمع العربي كان على مر التاريخ وسيبقى جزءا من قيادة مدينة حيفا، وإن الحرب الشخصية ضد زعاتر قد انتهت. انفراج الأزمة ولد تعيين أول امرأة عربية في منصب قيادي في مدينة حيفا. شهيرة شلبي هي الامرأة الفلسطينية الأولى التي تحظى بمنصب في المجلس البلدي في أعقاب الأزمة. إذن أرحب بضيفي من جديد وأبدأ معك سيد ليران. يعني ما هي المشكلة في تعيين زعاتري نائبا لرئيس بلدية حيفا، وأنتم كنتم من بين المنظمات التي أرسلت رسائل لرئيسة البلدية وجهات مختصة منعا لهذا التعيين؟ أنا أقول لك لا يوجد لدينا مشكلة مع رئيس مع نائب رئيس بلدية عربي لمدينة حيفا، لا يوجد لدينا مشكلة، لكن عندما يقوم نائب يدعم حملة المقاطعة الدولية على إسرائيل بي دي اس 1948 وأيضا يدعم بحزب الله والأسد الأشخاص الذين قتلوا الكثير من السوريين والذين يغيرون الديمغرافية السورية، ونحن نشهد أيضا قبل يومين ونادى العرب المسيحيين في إسرائيل الذين يتجندون للجيش الإسرائيلي ناداهم أو وصفهم بالخونة وعجب اقتناعهم، وشخص كهذا يعتبر استفزازي بما جرى أيضا بمسرح الميدان حينما شتم بن موشي تمام قتل في عام 1948، وهو قام بشتم ابنته لأنها تظاهرت هناك، وأيضا هو هاجم تعدى على نساء عربيات بكشفه خلفية جنسية. وإذا استمرتم بالحديث ضده وكانت وثارت ضجة كبيرة
بمفلجت خداش في خذك جرى داخل حزب جبهة الديمقراطية والسلام هناك خط أحمر لا يمكن تعيين شخص يدعم أعداؤنا لمنصب كهذا وهو مسؤول أيضا عن التعايش وهو فقط يزرع الكراهية والحقد ووضعه بمسؤول عن الأمن في مدينة حيفا وكأنه نرمي كبريتا إلى برميل تفجيرات. طيب سيد أمير يعني لماذا تراجع في النهاية زعاتري أو الجبهة عن تعيين زعاتري؟ هل الضجة الإعلامية والسياسية التي تسبب بها هذا التعيين هي ما يعني أثارت هذا الموقف في نهاية المطاف وانتهى بالأمر بالجبهة إلى التراجع عن هذا القرار؟ أولا اسمح لي أن أحط في هذا السؤال السياق العام الذي يدور في الآونة الأخيرة. يجب أن نعلم أن هناك من أهم النضالات الصراعات السياسية في العشر سنوات الأخيرة التي تدور في مدينة في دولة إسرائيل وهي تتمحور حول التعامل أو المعاملة ما بين الغالبية اليهودية في البلاد لبين الأقلية العربية. وعلى هذا السياق هناك هذا الانفجار الذي حدث في ما يتعلق في حيفا وفي شخصية أو في تعيين رجا زعاتري لنائب رئيس البلدية. أنا أقول أن ليس هناك تراجع من عند الجبهة في قرارها، بل هناك تفاهم للأوضاع والخارطة السياسية. وبينما الجبهة ترى نصب أعينها أن هناك مصلحة أن تكون هناك شخص، أن الجبهة تكون من جزء من الائتلاف لكي تقود هذه البلدة ولكي تعطي تمثيل حقيقي لاحتياجات العرب الذين اختاروا وصوتوا للجبهة عرب ويهود أصلا، من ينادوا في التعايش وينادوا الكرامة المشتركة والنضال المشترك، فيجب علينا كان أن تخضي هذا الموقف. لذلك من منطلق مسؤولية رجا زعاتري رأى أن الأفضل من خلال قرار اتخذ في السكرتارية العامة والمكتب السياسي للجبهة قطريا أن تكون رقم اثنين وهي شهيرة شلبي تكون لتقود هذا المنصب، ونحن نستمر في العمل المشترك ونقول أن هذه الزوبعة هي ليست كما وصف الآن بأنها تهدف الشخص رجا زعاتري، أكيد لا، الأسباب هي أسباب سياسية عميقة أكثر من ذلك بكثير وأنا سأتطرق إليها الآن. طبعا سنتحدث عن هذه المسألة يعني في سياق هذا البرنامج. سيد ليران يعني وفي إجابتك الأولى يبدو أنك يعني أعددت سجلا كاملا ومواد عن رجا زعاتري ونشاطه. ألا تعد إسرائيل دولة ديمقراطية فيها أقلية عربية فلسطينية ويجب الاستماع إلى مواقفها في نهاية المطاف؟ لا يوجد لدي مشكلة بالاستماع للأقلية العربية الذي يتماشى مع القوانين ولا يدعم أعدائنا، هو إنسان متساوي معي، هناك مساواة في الحقوق. لدينا مشكلة لماذا الوسط العربي ينجح بتعيين أو باختيار هؤلاء الأشخاص وتطوير العلاقات بين العرب واليهود الذين يعيشون منذ سنوات سويا. في عام 1948 جزء من هربوا من هنا وطلبوا منهم العودة، ولكن منهم من أبحر إلى بيروت. لكن أقول يوجد هنا سياسة داخلية. الأكثر الهدف هو العمل لمصلحة البلدية وليس لأمور أخرى كبي دي إس. البي دي إس يقول بأنه من البحر النهر لن تكون دولة إسرائيل، يرى بأن دولة إسرائيل هي دولة استعمارية. وشخص كهذا الذي له وظيفة رسمية في بلدية حيفا ولديه قوة بيديه تحت إطار الاتفاق الائتلافي،
السؤال إذا نحن نرغب بذلك الأمر نحن نعارض هذا الأمر. المعسكر الصهيوني عارض الأمر، وأيضا في حزب رئيسة البلدية كاليش عارضت هذا التعيين، وحتى البديلة لزعاتري نادت خلال عملية الجرف الصدر بالروح بالدم نفتيك يا أقصى. أنا لا أعرف ما هي المشكلة لتربية أو خلق قيادات لا ترى أعدائنا كأعداء ويقومون بالعمل من أجل الدولة، من أجل إسرائيل، من أجل المواطنين، والانشغال بقضايا معيشية مهمة، وعندما يدخلون الأمور القطرية على سبيل المثال حتى الأمور الإقليمية والدولية كالبي دي إس، لا أفهم كيف مسلم عربي سني يدعم شيء هذا، لكن هذا قضية أخرى. لكن بالرغم من ذلك كل هذا الدعم يزيد الاستقطاب في المجتمع، يجب أكثر أن تكون لحمة بين الأشخاص. وكما قلت قبل قليل يوجد لدينا مشكلة بتعيين نائب رئيس بلدية حيفا، على العكس من ذلك هو يفهم الاحتياجات الوسط المجتمع العربي في هذه المدينة، وليس كل العرب يدعمون أعداؤنا. سيد أمير، يعني بدأت الحديث عن يعني المسألة العامة والسياق العام، وهناك مناخ يميني رافق كل حملة الانتخابات البلدية ويعني للسلطات المحلية في الآونة الأخيرة. هل هناك يعني محاولة للتخويف من جانب اليمين من العرب في إسرائيل، في حتى في سياق البلديات وفي سياق المواقع المشتركة؟ بلدية حيفا أو مدينة حيفا هي من آخر ربما المدن في إسرائيل المختلطة التي بقي فيها نسيج إلى حد ما فيه نوع من التعايش. بالفعل أكثر من تخويف. أنا أقول أن هناك استراتيجية في السياسة العامة بوصف العربي أو أي مندوب عربي بالخائن. التوجه وبداية حتى من رئيس الحكومة بيبي نتنياهو، وهو يقمع أي طموح عند أي ممثل عربي لمساواة اجتماعية أو قمع أي حرية التعبير السياسية. أنا أقول أن العربي يمثل من دعمه لكي يكون في المجلس البلدي، إن كان في حيفا أو في أي بلد أخرى. هو ليس من صناع، هو ليس من، لن يصنع من الهوية الصهيونية ويردد ما تريد اليهودية الصهيونية أن يقول. هو يقول ما يؤمن فيه، هو يقول هويته، هو يدافع عن مبادئه، مبادئ شعبه واحتياجاته الخاصة، ولذلك هو انتخب لكي يكون في هذا المنصب. أنا أقول أن التخوين هو نوع من سلاح مستمر عند الحكومة وعند أي مراكز سلطوية للمجتمع العربي للأسف، وهذا هو نهج مستمر من عدة سنوات، وهذا النهج هو آتي على خلفية سياسية معينة. أنا أقول أن من يتعكز هو نتنياهو، يتعكز على المناخ العنصري الموجود والمتفشي في المجتمع اليهودي للأسف، وهناك بدلا أن يكون هناك تخفيض لهذا التفشي العنصري ويكون هناك نوعا من التفاؤل بأن يكون هناك مجتمع واحد، يكون حتى لو كان مكون من عرب ويهود، ولكن يأمل على حياة مشتركة وعلى هوية نوعا ما التي تتلائم وتحترم الواحد الآخر. فهو يتعكز على السياسة العنصرية، على السياسة التي تتم على إقصاء العربي من أي منصب ممكن أن يكون له تأثير في المجتمع. وحينما نتطرق على هذه المواضيع ونرى أنها تنعكس على السياسة العامة بما يتعلق في الحكومة وكون نتنياهو يريد أن يستمر في الحكم، نحن نعلم أن على سنين طويلة، على مدار سنين طويلة، الحكومة الإسرائيلية تعلم بأن من ممكن أن يرجح الكف في هذه الدولة
هو اليسار الإسرائيلي. وما هو اليسار الإسرائيلي؟ اليسار الإسرائيلي هو من يوافق على تقسيم هذه البلاد بين الشعبين، الشعب اليهودي والشعب العربي. واليمين يعلم جيدا أن الإمكانية أن تكون هذه الوضعية تكون مجددا من بعد ما كانت في اتفاقيات أوسلو أن ترجع، هي فقط إن كان هناك من الجانب العربي أو التحام، من التحام بين اليسار والممثلين العرب. طيب سيد أمير، هذه يعني نقطة أخرى ربما وطرحت بالفعل في سياق كل هذه القضية. سيد ليران، قبل أن يعني تعقب، عندما نتحدث عن التحريض أو الدعم بالأحرى الحكومي الذي كان لمسألة عدم تعيين زعاتري نائبا لرئيسة بلدية حيفا، لابد أن نتوقف عند حملات انتخابية أيضا كانت في تل أبيب وفي اللد ضد المواطنين العرب، ضد وجود الحركة الإسلامية في بلدية تل أبيب، ضد الزواج المختلط وكل هذه المسألة والتخويف من الوجود العربي في مدينة اللد. لماذا لم نرى الجهات الرسمية ولم نرى المؤسسات التي تقف أنت على رأس إحداها تقف في وجه هذه الحملات؟ قبل كل شيء، عندما أجريت لقاء هنا في سبق تحدثت عن نحن ضد موضوع التعميم، عندما تحدثنا عن الحملة الانتخابية للبيت اليهودي، وهذا قلت حينها أن هذا كارثة للعلاقات المشتركة. لكن مع ذلك نحن بما يتعلق بموضوع تحدثت قبل قليل على الجواج المختلط، لا يوجد مشكلة من جهتنا بأن الشعب اليهودي هناك أعداد محدودة بأن يكون زواج مختلط، والدين اليهودي وليس دولة دعوة وتفرض ذلك على الآخرين. وطالما حافظ على خصوصيته بأن الأشخاص يخافون، لأن الشعب اليهودي صغير جدا، قليل جدا، وبسبب كونه بعدد ضئيل، لذلك يريد الحفاظ على نفسه والتمسك بنفسه. بالنسبة للمواضيع أخرى التي تحدثت عنها، يومان قبل قضية التعيين يتحدث عن المسيحيين كأنهم خونة، وهو مستمر بعملية التحريض. هذا أمر هو يعتبر خط أحمر بالنسبة لنا، وعندما أشخاص تدعم أعدائنا هذا أيضا خط أحمر بالنسبة لنا. لا يوجد لدينا مشكلة مع هذا الأمر، لا نتوقع من مرشحين أن يكونوا مناصرين للصهيونية، لا نتوقع ذلك، لكن نتوقع أن يكون هناك نوع من التوازن وعدم دعم أعدائنا. وقلت ذلك بأن حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بدلا من أن يعالج قضية الانتخابات في المجالس المحلية وعدم الحديث والوصول إلى مسار والحديث دعم منفذي العمليات الذي يضر بالتعايش في المدينة. سيد أمير، بدأت بإثارة نقطة مهمة. أمر آخر أريد أن أضيفه، زعاتر قال أيضا بأن الحركة الصهيونية قامت بجرائم حرب كداعش في عام 1948. أريد أوضح أمر واحد، بأن خلال حرب الاستقلال أن اليهود خسروا الكثير من الأراضي، وبأن هذه المناطق التي احتلت قام بإبادتهم في منطقة جوش عسيون والعربة ومناطق أخرى. وكانت حوادث أخرى كما قلت في حيفا، بأن المواطنين اليهود طلبوا العرب أن يبقوا بأنه لن يحدث لكم سوء، عليكم البقاء هنا، ولكن بالرغم من ذلك هربوا إلى لبنان. طيب سيد أمير، بدأت بنقطة يعيد التاريخ بصيغة مختلفة تماما عن الواقع. يعني علينا استمعنا لروايته ورواية مختلفة طبعا، لكن سيد أمير لنبقى في السياق، بدأت الحديث عن العرب كركيزة يخشى منها اليمين في سياق دعم اليسار للوصول إلى السلطة، وهذه
هذه كانت نقطة أيضا طرحت في قضية زعاترة. بالفعل هل ترى يعني ما زالت الفكرة هذه مطروحة حتى على مستوى كانت التخويف في إطار بلدية حيفا والآن ربما في الإطار العام أكثر في الكنيسة والحكومة؟ طبعا يعني أنا حينما قلت أن التوجه هو ليس صدفة لأن ليس هناك أي ربط بين منصب رئيس الحكومة وتعيين نائب لرئيس البلدية في بلدية حيفا، ليس هناك أي تواصل، ليس هناك أي تعيين يجب أن يكون هناك تصديق له من قبل الحكومة أو غيرها، وكان هناك تدخل من عدة اتجاهات ومن سياسيين مختلفين من القوس السياسي. يعني كان هناك تدخل أيضا من الوزير درعي وزير الداخلية وهو تابع من وزيرة التربية والتعليم ووزراء مختلفين وكلهم يرودون إن كان اليمين المتطرف أو اليمين العادي في القوس السياسي وإن كان حتى المركز من هذه الأحزاب يخشون خشيا كبيرا بأن يكون هناك تقارب أي كان بين اليسار الإسرائيلي والمندوبين العرب، لأنهم يعلمون أن هذا التقارب هو الوحيد الذي ممكن أن يعكس الآية على فمها، بالمعنى أن يكون هناك التغيير الأكبر الذي نحن نتأمل أن يجري في هذه البلاد بأن تتغير حكومة نتنياهو وشركائه اليمينيين، وهذا ممكن أن يحصل فقط عندما يكون هناك التلاحم بين الأقلية اليوم السياسية وهي اليسارية وما بين النواب العرب في الكنيسة. أريد أن أنوه أن كان هناك عدة محاولات في السنوات الأخيرة عدة سبل وطرق لمنع التكاثر أو التمثيل العربي في المناصب، إن كان في الكنيسة البرلمان الإسرائيلي أو إن كان في أي مؤسسات في البلديات وغيرها، بالمعنى أن حتى سن قانون وهو قانون يقول أن هناك يجب أن يكون لك أقلية تبعت 3% لكي يكون هناك تمثيل للعرب من قبل الأحزاب التي تمثل في الكنيسة، وكان هذا يهدف أن لا يكون هناك تمثيل للعرب واخترقنا هذه المشكلة. وكان هناك العديد من القمع في حرية التعبير من خلال قوانين أخرى مثل قانون النكبة ومثل قوانين الجمعيات الذي علمت وكأنها هي ضد دولة إسرائيل. فكل ما هو يتكلم في غير ما تريد سياسة إسرائيل هو خائن، هو عنصري، هو يجب إقصاؤه، ولذلك هكذا يرون رجل زعاتري، هكذا يرون كل العرب الذي يفكرون بشكل ثاني. سيد ليران، يعني ذكر النواب والقوائم العربية القائمة المشتركة أيضا، يعني السيد أمير، ما الذي يختلف في ما يقوله رجا زعاتري عما يقوله النواب العرب في القائمة المشتركة عمليا؟ لماذا أثاركم زعاتري؟ وهل بالفعل يعني المسألة في نهاية المطاف تصل إلى القائمة المشتركة، تتطور الأمور ضد هذه القائمة وبالتالي الرواية العربية في إسرائيل، الرواية الفلسطينية ليست مقبولة؟ أريد أن أقول لك أمر واحد. هناك الحلبة القطرية والحلبة، نحن نرى بحزب جبهة الديمقراطية السلمية وأيضا حزب التجمع وحزب الذين يدعمون أعداءنا، وكان هناك يجب فصلهم عن طريق الكنيسة، لكن محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعادهم، وفي اللحظة التي أعادهم إلى اللعبة السياسية مواقفهم تصبح أكثر تطرف. من يعارض دولة إسرائيل في قانون أساس ومن يعارض كدولة دولة ديمقراطية كعنصري كما أبعدنا قائمة كهانة، أنا لا أرغب بقائمة تدعم وثيقة حيفا، وصديقي يستطيع أن يصححني، وثيقة حيفا حين من وقف وراء هو منظمة شتيل ولجنة المتابعة العربية، هذه اللجنة إلغاء قانون العودة وتحويل دولة إسرائيل دولة لكل مواطنيها وإلغاء رموزها. كيف الغالبية اليهودية
أن يرد على هذا الرد، وأيضا إعادة حق العودة ملايين إعادتهم من سوريا ولبنان ومناطق ودول أخرى. أنا أتساءل كيف إسرائيل أن تواجه مثل هذه الوثيقة التي جاءت لضعضعة وزعزعة هذه الدولة وبناء دولة عربية إضافية. أريد أن أقول أمر آخر بالنسبة للحركة الإسلامية. الحركة الإسلامية كل الوقت تحرض بأن الأقصى في خطر. الجميع يعرف بأن الأقصى لم يحدث شيء، كان هناك بيت مقدس حسب العلوم الآثار. أريد أن أنهي هنا سيد ليران لضيق الوقت. لضيق الوقت جملة قصيرة سيد أمير. هل قطعت الجبهة بقرارها الأخير الطريق على خرق النسيج الاجتماعي في بلدية حيفا في 20 ثانية؟ أنا أقول أن على العكس، ما شاهدناه في حيفا وما شاهدناه من مسؤولية ومن مبادرة لحزب الجبهة بأن هناك أهمية كبيرة بأن يكون نسيج بين عرب ويهودا، وتكون الجبهة ممثلة في البلدية في منصب من أهم المناصب، هو المفتاح بأن نرى أن هذه هذه البلدية وهذا الأهمية للشعب العربي بأن يكون يثبت نفسه وليس ينجر وراء هؤلاء العنصريين. شكرا جزيلا لك سيد أمير بدران، عضو بلدية الأبيب عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ليران باروخ رئيس منظمة مصابي الجيش الإسرائيلي من أجل أمن إسرائيل. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سياسات داخلية، انتظرونا في موعد قادم. إلى اللقاء.